معاه مدير فني كبير ومحترم، هو الكابتن الكبير كابتن علاء عبد العالي. يا كابتن علاء صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير يا كابتن كريم، اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ بخير والله حبيبي. انا ممكن اقول لك هارد لك النهارده؟ اه طبعا، كنت قريب من الفوز، كنا قاب قوسين او ادنى من الحظ ثلاث نقاط، انما بقى هقول قدر الله ما شاء فعل، ومش بايدينا يعني، بايد اخرين يعني. يبعد اخرين تقصد التحكيم يعني؟ انت كنت النهارده انا شفتك متعصب بعد المباراه، متعصب جدا بعد المباراه، عشان انت كنت حاسس ان هي قريبه منك جدا. كابتن كريم، انا مش عارف ما يستدعي في الشوط الثاني يدي 7 دقائق دي. ليه 7 دقائق؟ يعني ما فيش توقفات كبيره، ما فيش وار. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الهدف الاول بتاع سموحه ما فكرش يروح للفار، لان لمسه يد مروان حمدي واخذ منها هدف. احنا بنقول يا جماعه العداله، مش اكتر من كده. احنا مش طالبين اكتر من كده، احنا بنجتهد ونتعب وشاء لعيبه وشاء مدربين ومجالس اداره بتدفع فلوس، فمش عايزين اكتر من العداله. وانا شايف في جدل تحكيمي كبير جدا، ما هو لازم يراجعوا نفسهم، اكيد في حاجه مش مظبوطه. هي دي النقطه. النقطه الثانيه، انا برضه بلوم على لعيبتي، ان احنا برضه خلاص احنا كسبانين و2-1، ضربه ركنيه صعب يخش فيك هدف بالمنظر ده، والراجل يحطها برياحيه بالمنظر ده، وفي نفس الوقت ضيعنا اهداف كتير. يعني كنا ممكن نقتل المباراه بهدف ثالث، رايحين بثلاث اربع انفرادات، ده بص نتيجه 2-0 و2-1. ده بص، انا اقدر اقول لهم على لعيبتي برضه. ما كنت لسه اقول لك، انا اقدر النهارده اقول ان الكابتن علاء عبد العال ده يوم من اكتر الايام الحزينه بالنسبه له، عشان اول مره اسمعك تقريبا في الاعلام تتحدث او تزعل او تلوم لعيبتك لاول مره، فواضح ان انت كنت حاسس ان المباراه قريبه جدا وراحت زي ما انت قلت، راحت لاسباب ممكن تكون خارجه عن ايديك، سواء من لاعبين او من تحكيم زي ما انت قلت. بص يا كابتن كريم، احنا ايستر كومباني الفتره الاخيره بيأدي مباراة كبيره جدا، من يمكن عشات ومباراتنا مع الزمالك، مع البنك الاهلي، مع المقاولين، كل دي مباريات احنا كنا قريبين جدا على الاقل ما نتغلبش فيها. انما بتبقى اخطاء فرديه، بتبقى امور خارجه عن ارادتنا. احنا لاعب سموحه في فريق في المركز الرابع ومنتشي في الانتصارات الاخيره. النهارده احنا افضل كتير، قدرنا نشتغل عليهم تكتيك كويس قوي. ولو اتفرجت على مباراه سموحه اللي فاتت مع المصري، كان عامل مباراه كبيره وكسب، وقبليها كسبان الاتحاد 5-2. ان انت توقف مفاتيح اللعب النهارده بشكل كبير، وفي نفس الوقت بتهدف، وفي نفس الوقت بتضيع اهداف، ويجي منك ويجي في هدفين بكره ثابته. يعني الهدف الاول كره ثابته، تمركز خاطئ برضه، وزي ما بقول فيها شك انها لمسه يد للمهاجم اللي احرز منها هدف، وما فكروش حتى يعيدوها او يروح للفار. والهدف الثاني في الثانيه الاخيره من الدقيقه 7، اللي شايف ان بدون داعي ان هو يدي 7 دقائق، انما في خطا في التمركز عندنا من اللعيبه وحارس المرمى، بحمله من المسؤوليه. وفي الكلام ده انا قلت لهم في اوضه اللبس بعد المباراه، ان حرام ان يبقى المباراه في ايديكم في الثانيه الاخيره ويخش فينا هدف بالمنظر ده. طيب، كلام دايما في وسائل الاعلام، الكلام دايما في تسريبات، انه ايسترن يبحث عن مدير فني، مستقبل الكابتن علاء عبد العال مع نادي ايسترن، النتائج يمكن ما فيهاش توفيق، حتى لو احنا اعترفنا كلنا ان الاداء تحسن مع حضرتك جدا بشكل واضح، هل الكلام ده كله مأثر عليك؟ ضغطك، ضغط اللاعبين، ضغط الفريق بشكل عام؟ لا لا اطلاقا، اول مره اسمع الكلام ده النهارده. الاداره طلعت نفذته النهارده، انا ما فيش دخان من غير ميه. يعني لازم نقول ان في حد اتكلم او حد فتح موضوع مع مدير فني اخر، ويمكن تاكدت برضو من حد من مجلس الاداره رغم ان هم طلعوا نفسه. انما انا برضو بذكر الناس كلها ان انا اول قعده ليا مع ايستر كومباني وادارتهم قلت لهم الموضوع صعب مش سهل. انا جاي الفريق مش حاصد ولا نقطه، وهنفضل هننافس لغايه النفس الاخير. ما قلتش ان احنا هنقعد بدري وهنرتاح بدري، لان الدوري قوي جدا. صحيح. فبالتالي انا رديت وقلت لو حدث هذا فده شيء يخص مجلس الاداره، ولهم الحق في اي شيء يعملوه. انما انا عن نفسي راضي عن الجهد اللي انا بعمله، ويمكن كلمني اكتر من عضو مجلس الاداره بعد المباراه وبيقولوا لي احنا يعني مش هنقول لك هارد لك، احنا بنقول لك مبروك، انت عملت كل حاجه النهارده. صحيح. بس الاقدار ما شاءتش ان نطلع بالثلاث نقاط. صحيح. انما ما بنقولش ان احنا بعدنا، احنا لسه فاضل اكتر من 15 16 مباراه لايستر كومباني. الفرق بينك وبين الفرق اللي هي في نفس الصراع مفيش 4 5 نقاط 6 نقاط، يعني مباراه ومباراتين.
فلسه بدري. انما بالنسبه للموضوع ده انا لا يشغلني تماما. الحمد لله انا عارف واثق من نفسي وعارف امكانياتي، والناس كلها شايفه انا عملت ايه مع فريق استر كومباني، رغم اسماء مش موجوده على الساحه خالص ولاعبين اول مره يمكن بيشاركوا في الدوري الممتاز، انما مادين اداء كويس جدا واداء رائع. النتائج دي بتاعت ربنا والتوفيق وبتبقى قدرات برضو في احيان كثيره خاصه باللاعبين. طيب عايز اسالك، افضل لك دلوقتي مباراه النادي الاهلي تقام يوم الاربعاء ولا افضل لك انها تؤجل؟ من الناحيه الفنيه افضل انها تقام. تقام. يعني لما نيجي نقول طبعا من الناحيه الفنيه النادي الاهلي مجرد النادي الاهلي دخل على مباراه نهائي بطوله افريقيا اكيد هيبقى مشغولين بيها وممكن يريح لاعبين لان هيبقى الفرق اربع خمس ايام فافضل. انما انا تحدثت في الامر ده قبل كده وخدوا رايي لو تاجلت المباراه انت هتعترض؟ قلت لهم لا بالعكس احنا كلنا نساند النادي الاهلي واداره نادي استر كومباني المحترمه برضو طلعت وطلعت بيان برئاسه الاستاذ هاني امان والمهندس مصعب عبد العزيز ان احنا مع النادي الاهلي وان احنا مع تاجيل المباراه طالما في صالح النادي الاهلي. وانا عن رايي الشخصي والفني سواء الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او المصري او الاتحاد او البيراميدز او اي كان في هذا الموقف وكانت المباراه معانا كنا نرحب برضو بالتاجيل عشان خاطر انت عارف المهم جدا يا كابتن كريم ان الجهاز يفضي دماغه واللاعبين للمباراه النهائيه. صحيح. دي مباراه بطوله كبرى فالموضوع في ايد رابطه الانديه. احنا كاستر كمباني ما عندناش اي مشاكل ان المباراه تتاجل تتعمل في اي ميعاد، والنادي الاهلي يمكن قدم حلول او حل ان المباراه تقام بدون الدوليين فتره توقف. صحيح. فالقرار دلوقتي في ايد رابطه الانديه والمسؤولين واحنا اي قرار هيتاخد احنا هنشتغل عليه ان شاء الله. موقف محترم معتاد منك كابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق استن كمباني، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.